إعلام إسرائيلي يتحدث عن تحديات داخلية أمام نتنياهو للقبول بصفقة الأسرى، وفيلادلفي تؤجج معركته مع جالانت. بعد منعه من زيارة مركز المدينة وفد حكومي فلسطيني يشبه جنين بغزة المدمرة. في مؤتمر سبها رئيس البرلمان الليبي يرهن التنمية المستدامة بإنهاء الخلافات والسلاح. التحقيق بقضية ما يعرف بالتنصت مستمر، ورئيس الوزراء العراقي يضع ثقته بالقضاء ومحاسبة المقصرين. أحييكم من جديد، فأهلا بكم لمشاركتنا هذه الجولة الإخبارية، نستهلها بآخر التطورات، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تحديا كبيرا هذه الأيام يتعلق بصفقة الرهائن ومحور فيلادلفي، وأن معظم هذه التحديات هي داخلية. الصحيفة قالت أنه بينما يصر نتنياهو على التمسك بمحور فيلادلفي، يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بضرورة مغادرته لمدة 6 أسابيع من أجل التوصل لصفقة الرهائن. ولفتت الصحيفة إلى أن تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفي هو جزء من تكتيك تفاوضي، خشية من سيناريو حل الحكومة الذي هدد به وزيرا الأمن القومي والمالية إيتمار بن كفير وبتسلئيل سموتريتش. وذكرت يديعوت أحرونوت أن العلاقة المضطربة بين نتنياهو وجالانت منذ بداية الحرب في غزة هي من أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو، وأن مسألة استبداله خلال الحرب أمر من الصعب تحقيقه. كما يواجه نتنياهو وحزب الليكود تحديا آخر يتمثل بمعارضة أحزاب دينية ومتشددة أخرى وعلاقته المتوترة معهم. نقلت صحيفة NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عائلة الرهائن الأمريكيين تضغط على البيت الأبيض للنظر بجدية في إبرام صفقة أحادية الجانب مع حماس لتأمين إطلاق سراحهم، حيث يجرى حاليا مناقشة الخيار داخل إدارة بايدن وفقا للمصادر. وقالت مصادر إن مسؤولين في إدارة عائلات الرهائن سوف يستكشفون كل الخيارات، لكن الاتفاق مع حماس الذي يشمل إسرائيل لا يزال هو الخيار الأفضل وفقا للمصادر. وفي خضم كل هذه المفاوضات المتوترة حول هدنة غزة، يسعى البيت الأبيض جاهدا لتقديم مقترح جديد. مسؤولان أمريكيان نقلت عنهما وكالة رويترز قال إن المقترح الجديد الذي يتوقع أن يعرض مطلع الأسبوع المقبل يهدف إلى حل نقاط الخلاف الرئاسية. مسؤول كبير آخر في إدارة جو بايدن أكد التوافق على 90% من بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضين ما زالوا يحاولون التوصل إلى حلول لعقبتين رئيسيتين. أما العقبتان فتتمثلان في مطلب إسرائيل بإبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفي على الحدود طول الحدود مع مصر، وفي هوية الأفراد أيضا الذين ستشملهم صفقة مبادلة الرهائن لدى حماس. المسؤول في الإدارة الأمريكية قال إن حماس قتلت الرهائن 6 الذين أعيدت جثثهم إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، وهو بحسبه ما أدى إلى تعقيد الجهود. هذا في وقت قال مصدران مصريان لوكالة رويترز قال إن الولايات المتحدة تحولت من نهج كان يوصف بأنه تشاوري بصورة أكبر إلى محاولة فرض خطة على الطرفين، بينما تدرس مجموعة أمريكية يترأسها مدير CIA ويليام بيرنز، وهي تضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تدرس المناطق التي يتعين على القوات الإسرائيلية الانسحاب منها في محور فيلادلفي. هذا وكان رئيس الموساد الإسرائيلي أبلغ بدوره الوسطاء بأن إسرائيل مستعدة لسحب قوات
بداياتها من فيلادلفيا، ولكن بعد المرحلة الأولى التي ستستمر ل 42 يوما. لكن بعد ساعات شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المحور المعروف أيضا بمحور صلاح الدين، وكرر نتنياهو تأكيده أن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار إلا إذا كانت هناك ضمانات بعدم استخدام المحور كممر لتهريب الأسلحة والإمدادات إلى حماس، وتطلب بنود من اتفاق من ثلاث مراحل وافق عليه الطرفان بالفعل: انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المكتظة بالسكان، إطار المرحلة الأولى، لكن الخلاف يدور حول ما إذا كان المحور منطقة مكتظة بالسكان. أما حماس فقالت إنه لا توجد حاجة لمقترحات جديدة، واتهمت نتنياهو بالسعي إلى إفشال التوصل لاتفاق. حقيقة حتى هذه الساعة نحن لم نتسلم شيئا جديدا، وإن كان هناك يعني مقترح يستجيب لمطالب المقاومة ومطالب شعبنا فسنتعامل معه بإيجابية. يعني احنا سمعنا تسريبات كثيرة او يعني كلام على لسان بعض المسؤولين بالإدارة الأمريكية وتسريبات إعلامية كثيرة عن المقترح، لكن رسميا كما قلت لم نتسلم شيء. وفي مصر أكد مصدر مصري مسؤول أن تصريحات نتنياهو تفتقد للواقعية، ويسعى من خلالها تحميل الدول الأخرى مسؤوليته في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية. وبالإضافة إلى أن الأشهر الماضية أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية. هذا وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أحمد خليفة في زيارة مفاجئة الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأكد أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأيضا للوقوف عند هذا الطرح الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للوصول إلى اتفاق في هذه المفاوضات، ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي علي السيد. أهلا بك أستاذ علي، دوما برفقتنا مع قناة الحدث. برأيك اليوم وفقا لما تناولته صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أي مدى اليوم نتنياهو يعني عالق بين سندان المؤسسة العسكرية، ويعني من ناحية أخرى معارضة حكومته لإجراء أو إبرام أي صفقة في هذا الاتجاه؟ تحياتي لحضرتك أستاذ جزيل، وتحياتي لكل متابعيك ومشاهدي قناة الحدث الكرام. الحقيقة أنه نتنياهو جرب كل الضغوط، سواء كانت ضغوط خارجية أو ضغوط داخلية، واستطاع يعني أن يختبرها جيدا، وأنه تمكن من ألا يستجيب لها دون أن تقع عليه أي عقوبات. جرب الضغوط الخارجية سواء من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المحاكم، سواء محكمة العدل أو الجنائية الدولية. جرب ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، ضغوط داخلية من مظاهرات وخلافات داخل حكومته، وفي النهاية لديه سيناريو محدد وهو احتلال قطاع غزة واحتلال أيضا الضفة الغربية. ما نراه الآن هو عملية تخريب ممنهج وتدمير لتحويل الضفة إلى مكان أيضا غير صالح للحياة الأدمية. وبالتالي لكي يبقى في القطاع لابد أن يخترع رواية. اخترع رواية محور صلاح الدين باعتبار أنه صدرها إلى الإسرائيليين على أنها هي الخطر الأكبر والخطر الداهم على إسرائيل، وبالتالي من الضروري جدا الاحتفاظ بهذا الممر. الاحتفاظ بهذا الممر يعني احتلال كامل قطاع غزة، وهذا مرفوض في المفاوضات سواء من مصر أو حتى من الدول العربية، لأنه بيمثل حالة احتلال كامل. أيضا هو قام بتدمير معبر رفح، تدمير كامل بحيث لا يكون صالح للاستخدام للجهة الفلسطينية. شاحنات المساعدات. أي مساعدات هو يريد أن يتحكم حتى في المساعدات التي تدخل في القطاع من أي معبر، ويحاصر القطاع من جميع الجهات ويتحكم فيه، وعين له حاكما عسكريا. أيضا هو أمس قال أنه ما حدث في 7 أكتوبر أعطانا المبرر لاحتلال قطاع غزة. يعني الكلام أعطاها الشرعية واضح وجلي على لسيما على معبر فيلادلفيا.
هو ليس لديه شرعية في معبر فيلادلفيا في ولا حتى شرعية في احتلال قطاع غزة. معروف هذا مخالف لاتفاقية السلام. لكن عذرا أستاذ علي، يعني هو صرح نتنياهو بأن هجوم 7 أكتوبر أعطاه الشرعية من أن يضع يده على هذا المحور، محور فيلادلفيا. لا، هو يخترع أكاذيب ويحاول أن يصدرها للداخل وللخارج. هذه كلها أكاذيب. هو يعلم جيدا أنه لم تدخل قطعة سلاح واحدة من محور صلاح الدين. هو يعلم جيدا أن الجزء الأكبر من السلاح الذي يدخل إلى قطاع غزة كان يأتي من إسرائيل نفسها، ويعلم أن السلاح الموجود في الضفة الغربية لا سيما وأن الكلام عن سلاح إسرائيل يتم استخدامه. وهناك تاريخ سيدتي، هو أعطى سلاح منذ نشأة حماس. الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعاملت مع حماس لتعميق الانقسام الفلسطيني عن طريق منحها سلاح، ثم بدأت عمليات تهريب السلاح، وهذا منشور في صحف إسرائيلية على فترات زمنية كثيرة جدا. وهناك تحقيقات كثيرة جدا جرت بأنه تم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية. هذا معروف لدى الإسرائيليين. الجانب الأمني في إسرائيل يعرف جيدا أنه لا توجد مخاطر في محور صلاح الدين، وبالتالي الصراع قائم بينه وبين جالنت، لأنه صحيح. جالنت يعلم جيدا أنه لا يمثل، وأن هذه مجرد ذريعة للبقاء في قطاع غزة. نعم، هو هذا يعني خوفا من أن يؤدي ذلك بحال يعني توصل إلى إبرام صفقة، يعني قد يؤدي ذلك إلى حل الحكومة الحالية، لا سيما من قبل المتشددين لديها اليمنيين مثل بن غفير وسموتريتش. الولايات المتحدة اليوم تقدم اقتراحا لهدنة أحادية لستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة في يعني هذه المرحلة الأولى. هل برأيك أصبح اليوم أستاذ علي حديث المسؤولين الأمريكيين عن تقديم مقترحات هو كلام للاستهلاك وإعطاء المزيد من الوقت لنتنياهو لتحقيق مخططاته التي بدأت تظهر من خلال اقتحامه لجنين وما يحصل في الضفة الغربية؟ لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية مثل إسرائيل إلا أن تستمر في المفاوضات. الاستمرار في المفاوضات يعني أنه هناك أمل، كما قال بايدن للزميلة نادية البلبيسي، أنه يعني هناك تقدم في المفاوضات وهناك أمل، وأنه يعني المفاوضات تجارية. لا يمكن لأمريكا أن تقطع بتوقف المفاوضات، وإلا ستكون الإدارة الأمريكية قد خسرت ورقة مهمة في الانتخابات. أيضا نتنياهو لا يمكن أن يوقف المفاوضات، لأنه ذلك يعني لن يقدم مبرر لعدم عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس أو الرهائن أيا كانت التسمية. نتنياهو لديه رغبات محددة، وهي احتلال وتصفية القضية الفلسطينية. ليس هناك يعني بالنسبة الأزمة داخل الحكومة أن تسقط أو لا تسقط، هذه ليست أزمة كبيرة، لأن خروج بن غفير وسموتريتش لا يسقط الحكومة، لأنهم لن يذهبا إلى المعارضة، وبالتالي لن تسقط حكومة. من الصعب جدا تكوين حكومة في الوقت الراهن بتسقط حكومة بنيامين نتنياهو أو تكون بديلا لها. هذا ظرف سياسي يستغله نتنياهو جيدا، صحيح، ويستغل أنه لديه 64 مقعد، ويعني حتى لو ذهبت أصوات صحيح. نعم أستاذ علي، يعني سؤال سريع، رمزية يعني حتى لو خرج. نعم، نستفيد من وجودك معنا من القاهرة لنسأل عن رمزية زيارة رئيس الأركان للقوات المسلحة المصرية لمعبر رفح والحدود مع قطاع غزة. ما هي الرسالة وكيف تقرأ في هذا التوقيت الحساس؟ يعني رئيس الأركان المصرية يذهب إلى الحدود المصرية على الأرض المصرية مع الجنود المصريين على الحدود ليختبر ويرى بعينه جاهزية الجنود المصريين والقوات المسلحة المصرية لأي مخاطر يمكن أن تأتي من هذا الجانب. هي رسالة واضحة للعالم أن القوات المسلحة المصرية مستعدة وجاهزة للتعامل مع أي مخاطر تأتي من أي حدود، ويعني نحن نرى تحركات كثيرة الفريق أحمد خالد قائد القوات رئيس هيئة الأركان المصرية في كثير من المناطق داخل القوات المسلحة. القوات المسلحة المصرية بترسل رسالة للإسرائيليين وللعالم أجمع بأنه أمن وحدود مصر غير قابلة تحت أي ظرف من الظروف للتهديد أو للاختراق، وبالتالي نحن مستعدين بكافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في قادم الأيام.
وضحت الفكرة. أشكر لك كل ما تفضلت به معنا في هذه المقابلة من القاهرة، رافقنا الكاتب الصحفي الأستاذ علي السيد، شكرا لك. أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن إسرائيل منعت الوفد الحكومي الفلسطيني من الوصول لمركز مدينة جنين، وأن الوزارة أعادت خدمات انقطعت عن مستشفى جنين بسبب عملية إسرائيل. نحن نوفر كل الإمكانيات، سنقوم بإعادة تموين المستشفى كلما سنحت لنا الفرصة، كلما سمح لنا الاحتلال بالوصول. اليوم قدمت لأرى بنفسي مجهود أبنائي الأطباء والتمريض والمهنيين والإداريين، وللأسف منعنا من الوصول إلى مركز المدينة وإلى المستشفى، وهذا مخالف لكل الأعراف الدولية. وأيضا سنقوم برفض المستشفى بطواقم طبية جديدة، ومنها على الأقل 2 مقيمين قريبا جدا، كما قمنا بتزويد المستشفى بسيارة إسعاف من منطقة محافظة قريبة، وسنقوم بتوفير سيارة أخرى إلى المحافظة قريبا جدا إن شاء الله. بعد أن منع الجيش الإسرائيلي وفدا حكوميا فلسطينيا من الوصول إلى مركز جنين، قال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان في مؤتمر صحفي، قال إن حجم الدمار في المدينة كارثي ويشبه ما حدث في غزة، ودليل على أن لا مكان آمن في فلسطين. ما أراه الآن حولي من دمار وتدمير وقتل هو لمحة تعيدني إلى ما أتذكره منذ أكثر من 10 أشهر من القتل والتدمير الممنهج والبنية التحتية، والتدمير الذي شمل الحجر والبشر والشجر وكل مقومات الحياة في فلسطين، وخصوصا مستشفياتها ومراكزها الصحية في غزة. والآن للأسف الشديد يكرر العدو الاحتلالي ما شاهدته سابقا فيما أشاهده الآن. هذه كارثة، وما نراه في مختلف محافظات فلسطين إنما يدل على أن الكل الفلسطيني هو مستهدف، ولا يوجد مكان آمن في فلسطين وليس فقط في قطاع غزة. في غضون ذلك حصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا وسط مدينة جنين في شارع نابلس، واشتبكت مع مسلحين فلسطينيين متحصنين داخله، وأظهرت صور لحظة إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قذائف الإنيرغا باتجاه المنزل المحاصر. بين العمارة صاروا مفوتين 20 واحد. هذا وقد وسع الجيش الإسرائيلي عمليات تدمير وتجريف طرق ومنشآت في طول كرم في وقت تواصل فيه العملية العسكرية في المخيم لليوم الرابع على التوالي. لا تشتغل ضدك في الأوضاع اللي احنا فيها، واحنا يعني ضعيف اليهود، كل شيء حلال يعني بالنسبة لهم، أراضينا ودورنا شوارعنا، وفيش حدا يدافع عنا ولا حدا يسأل عنا. والله العظيم كل ضمار للناس وللمواطن، الناس ما حاش توكل، الناس وضعها من تحت الآخر. الله يجبر الناس، بس واحد بقوله رب ما يهون عليهم. كان يعني هاي الزلمة عامل بإسرائيل صار له 11 شهر قاعد،
منين تدبر حاله؟ منين؟ الناس عايش يوم بيومها. هاي صلنا اليوم الرابع عشتيه. الله يستر لو انت تقعد وضع. الله يفرج على الناس بس. ربنا يفرج على كل الناس. بتخاف انه الناس مرات يعني انا فاتح لاصحاب اللي بدهم كيلو رز. اللي بده علبة بندورة. اللي بده ظرف معكرونة. ظرف بازيلا. اللي بس يعني يطعم اولاده. يعني احنا هاي اليوم ثالث يوم. فتحنا يوم في الاسبوع. هذا وسكرنا الاسبوع اللي مرق برضه بكنا مسكرين. وهي سكرنا الاسبوع هذا. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية والإنسانية من جنين ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل فالح نصير. فالح أهلا بك مرة جديدة برفقتنا. يعني من المعلوم أن هناك الكثير من الصعوبة في الوضع حيث تبعنا بالأمس كان هناك إطلاق رصاص حي في حين أنت كنت يعني تطلعنا على كل التفاصيل. اليوم يبدو أن العملية الإسرائيلية مستمرة وهي تقوم بتوسيع عدوانها وعملياتها على جنين. حجم الأضرار، أوضاع الناس، حدثنا أكثر عما لديك. جزال، بالفعل اليوم العملية العسكرية الإسرائيلية اتسعت رقعتها إلى خارج المخيم وإلى خارج المدينة بشن هجمات وحصار على عدد من المنازل في غرب مدينة جنين، كما حصر الجيش الإسرائيلي منزلا في شارع نابلس بالمدينة وكذلك مبنى بلدية جنين، وكذلك دمر مركبات شركة الكهرباء القطرية. قبل قليل وردتنا أنباء من داخل مخيم جنين بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ عشرات الأسر في حارة أو حي الدمج وجورة الذهب بضرورة إخلاء المنازل، وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتفخيخ أحد المنازل أو الأبنية في داخل المخيم. لكن كما تعلمين في ساعات صباح هذا اليوم نفذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال لخمسة مسلحين في منطقة طوباس في بلدة عقابة شمال غرب مدينة طوباس، وقتل طفلا آخر في مخيم الفارعة بمدينة طوباس. الأوضاع متصاعدة والآن قوات إسرائيلية وتعزيزات ستمر من خلفنا من هنا من شارع السينما حيث نقف في هذه اللحظات. هذه الحركة للعربات العسكرية كانت مستمرة على مدار هذا اليوم، وأيضا باشرت أو ما زالت تعمل الجرافات الإسرائيلية على القضاء على ما لم تقضي عليه أو لم تجرفه قبل أيام في مدينة جنين خلال عمليات ضرب البنية التحتية، تجريف واسع ودمار كبير في هذه المدينة. واليوم وصل وفد حكومي كما أسلفتي مكون من وزير الصحة ووزير الأشغال العامة ووزيرة التنمية الاجتماعية ومدير مركز الاتصال الحكومي للاطلاع على واقع الحال عن كثب، لكن الجيش الإسرائيلي عرقل الوصول ومنعهم من الوصول. ما هي العراقيل التي استخدمها فالح؟ المدينة وتحديدا
فرض يعني نصب حواجز وأوقفهم عليها ومنع تقدمهم إلى داخل المدينة، وبعد جهود مضنية تمكن الوفد من العبور إلى أحياء المدينة وليس إلى مركز المدينة، إلى ميدان السينما أو أمام مخيم جنين. اطلع الوزراء والوفد الحكومي على واقع الحال وأكدوا أن الحكومة تجري اتصالاتها مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء هذه العملية العسكرية والمستمرة، وحذر وزير الصحة من أن استمرار هذه العملية قد يقوض جهود وزارة الصحة وكذلك المشافي في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والقيود المفروضة على الطواقم الطبية وفرق الإسعاف. أيضا أعود للتوقف من جديد عند نقطة كنت قد ذكرتها من قليل، بأن القوات الإسرائيلية تطالب بعض الحارات في جنين من إخلاء منازلهم. هل تمت الاستجابة لهذه الأوامر؟ ويعني كيف يمكن وصف الوضع الآن؟ إلى أين يذهبون؟ وما هي هذه المناطق إذا كان لديك يعني معلومات عن هذه المناطق بعينها؟ طيب، هذه المناطق هي حي الدمج وحي جورة الذهب في داخل مخيم جنين. الجيش الإسرائيلي أبلغ العائلات وطالبها بالخروج. هناك قناعة تامة بالنسبة لأهالي المخيم بأن هذه الحملة لا تستهدف الخلايا المسلحة، وحين نتحدث عن خلايا مسلحة نتحدث عن عشرات المسلحين الذين يقاومون الجيش الإسرائيلي ويواجهونه ببنادق خفيفة. والقناعة بالنسبة لأهالي المخيم بأن هذه الحملة والعملية العسكرية موجهة ضدهم في إطار حرب إسرائيل على المخيمات الفلسطينية منذ سنوات وتحديدا بعد 7 أكتوبر، لكن يخشى المواطنون هنا من أن تستنسخ إسرائيل تجربة قطاع غزة في المخيمات لتنقلها للضفة الغربية. وما يؤكد ذلك بالنسبة لأهالي المخيمات الحرب أيضا التي تشنها إسرائيل على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حين وصفتها بأنها منظمة إرهابية، وما يزيد على ذلك تصريحات أساسها الإسرائيليين الذين طالبوا بتهجير المخيمات وإخراج سكانها منها. إسرائيل تريد بكل صراحة القضاء على حق العودة وعلى رمزية المخيمات، وهذه قناعة راسخة بالنسبة للفلسطينيين ولأهالي المخيمات الذين يرفضون مغادرة منازلهم ويقولون عاصرنا النكبة وعاصرنا النكسة ولن نسمح بتكرار نكبة جديدة في هذا العصر. وكأننا أمام عملية تهجير جديدة، كان قد أطلق دكتور أيمن يوسف عليها في الصباح عملية تهجير ناعمة من قبل الإسرائيليين، وذلك فرح بالقضاء على البنية التحتية لعدم إمكانية المواطنين من الاستمرار في العيش فيها، استحالة العيش فيها. نشكر لك كل هذه المعطيات التي تفضلت بها معنا من جنين، مراسل حدث الزميل فالح نصير. ذكرت الشرطة الألمانية أن عناصرها أطلقوا النار على مشتبه بحمله سلاحا في ميونخ قرب القنصلية الإسرائيلية. إعلام ألماني ذكر أن المشتبه يبلغ من العمر 18 عاما، جاء من النمسا حيث استهدف موقعا للشرطة مجاورا للقنصلية قبل قتله، ولم يصب أحد آخر. قبل ذلك قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القنصلية مغلقة اليوم بسبب ذكرى مقتل الرياضيين في أولمبياد ميونخ منذ 52 عاما. الداخلية الألمانية قالت في وقت لاحق إن حماية قنصلية إسرائيل هي أولوية قصوى بعد الحادث الذي وصفته الوزارة بالخطير.
ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن تراجع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله قد يكون بسبب تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة. ووفقا للصحيفة فإن واشنطن وطهران ربما توصلتا إلى تفاهمات لطي صفحة اغتيال فؤاد شكر في لبنان وإسماعيل هنية في إيران. وما يدل على ذلك تقول الصحيفة إنه بات التهديد بالانتقام لاغتيال شكر وهنية في أسفل سلم التصريحات والأولويات للقادة في إيران وحزب الله. وبحسب النهار أيضا فإن طهران من الناحية العملية مستعدة لتخفيف التوتر والتصعيد بشكل تدريجي لحفظ ماء وجهها. أما حزب الله فبدوره لم يعد خطابه بالشكل الجدي المعهود الذي يشير للانتصارات وما عدا حتى يتحدث عن توازن القوى والردع مع إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله تخلى عن العديد من الشعارات واستقر في خطابه عند منع إسرائيل من الانتصار في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة أيضا فإن خفض التصعيد المتوازي يؤكد أن ثمة نصف هدنة مع استمرار الحزب في إدارة حرب إسناد من دون أن يخرج عن قواعد الاشتباك السابقة. كشفت مصادر خاصة لقناة الحدث عن مصادرات هاتف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي خلال توقيفه. وأوضحت المصادر أنه سمح لسلامي بإجراء اتصالات من رقم هاتف أرضي ومقابلة وكلائه القانونيين وفق الإجراءات القانونية. كما رجحت المصادر أن يتم استجوابه يوم الاثنين وليس غدا الجمعة بعد نقله إلى قصر العدل. ذكرت أيضا صحيفة النهار أن ضغوطا خارجية مورست على القضاء اللبناني لإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق. وأشارت النهار إلى أن قاضيين فرنسيين بارزين أحدهما يدعى سيرج توناغ زارا منذ شهر تقريبا المدعي العام التمييزي في بيروت، حيث سأل القاضيان الفرنسيان عن حرية تنقل رياض سلامي، فيما تدعي السلطات اللبنانية بأنها لا تعرف مكانه. وربطت النهار بين توقيفه ومخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في التعامل المالي الدولي، مشيرة إلى أن الاقتصاد النقدي يسير من دون أي رقابة، حيث أن هناك مصارف تقدم على فتح حسابات من دون التحري عن مصدر الأموال، أكان من تجارة المخدرات أو السلاح أو تبييض الأموال. نظمت جمعية صرخة المذيعين في لبنان وقفة أمام قصر العدل في بيروت دعما للقضاء اللبناني بقضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي وقرار المدعي العام المالي القاضي بالادعاء عليه بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وطلب القضاء باستكمال الخطوة بمتابعة التحقيقات وتوسعها لتطال أسماء أخرى متورطة. كما أكدت الجمعية أن تحركاتها ستستمر حتى محاكمة سلامي والمتورطين معه. نحن كنا نتمنى هالخطوة كانت تكون قبل هيك بكتير، وتوضيح مشان المودعين بس تكون واضحة الأمور. رياض سلامي وتوقيفه هو مش موضوع وديع، يعني مش انه راح ترجع الوديع من وراء رياض سلامي أو توقيفه، بس كبداية مبشرة بالخير انه فعلا ماشيين على خطى كتير منيحة. رئيس جمال حجار، هيدي الخطوة نحن مندعمه فيها 100%، ومنطلب من المدعي العام المالي انه رياض سلامي يلي هو انا بسميه الصندوق الاسود ينفتح الصندوق الاسود تنعرف هال 140 مليار دولار تبع المودعين وينهم، مصاري صيرفة وينهم. يعني نحن منتأمل انه من خلال هالمحاكمة اليوم ينفضحوا باقي الاشياء ونشوف هالمليارات ليش راحوا بأي سبب، يعني ما بيصير يعني أموال الناس هيك يتبعزقوا فيها. الناس صار لها 5 سنين ناطرة حتى التعويضات أو هيك. جريمة العصر يعني بلبنان، ما حدا حيرجع يحط قرش بالبنك إذا ما بيعملوا خطة عادلة وحقية. ما حدا حيحط قرش بقى بالبنوك اللبنانية، مستحيل مستحيل. خلال انطلاق مؤتمر سبها لأعمار جنوب ليبيا، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أن انتشار المجموعات المسلحة يهدد استقرار البلاد داعيا إلى إخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة. ماذا يكون الانتقال السياسي سلسا وتدريجيا إذا كانت المجموعات المسلحة تحتل الشارع
وتصادر وظيفة في الدولة والسيطرة على مقراتها وإرهاب الموظفين وابتزازهم مع وجود سجون خارج القانون وسلطة القضاء، ونستنكر عمليات الاغتيال والشروع فيه لأسباب سياسية. لذلك فإنني أدعو للوقوف صفا واحدا، ومهما كانت طبيعة الخلافات وحدة الصراعات، إن الليبيين مطالبون بالاكتشاف في كتلة وطنية صلب يشارك في تحمل المسؤولية الوطنية، باعتبار أن السياسة لهم، وإنما أصحاب الحق في تقرير مصير الوطن والمطالبة صراحة بإخلاء العاصمة من المجموعات الخارجة عن القانون وسلطة الدولة، والدعوة لاحترام مؤسساتها والآمنين بها. مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل نقلا عن المرصد السوري. مسيرة مجهولة تستهدف شاحنة وتقتل 2 قرب الحدود السورية العراقية. وبالعودة إلى الملف الليبي، خليفة حفتر قائد الجيش الوطني قال في كلمته بأن مناطق الجنوب عانت من التهميش لسنوات طويلة، وأن العمل جار على خطة استراتيجية لتطوير الجنوب الليبية وتأمين الأمن والاستقرار فيه. متابعة مصر قمنا فيها بتقييم الأوضاع العامة ودراسة كافة الجوانب المختلفة من أجل إطلاق خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تأمين مناطق الجنوب وفرض الأمن والاستقرار، وبعد ذلك الشروع في إطلاق مشاريع التنمية والإعمار في الجنوب الليبي الذي عانى من التهميش والإهمال والتقصير لسنوات طويلة. وللوقوف عند أبرز ما تضمنه هذا المؤتمر من مدينة سبها، ينضم إلينا موفد الحدث الزميل أحمد بجاتو. أحمد، أهلا بك. أهم التعهدات التي تطرق إليها هذا المؤتمر الصحفي من خلال كلمات رئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر بالنسبة طبعا لأعمار الجنوب؟ مستأذنين واخدين إذن. نعم جزيل، يعني قبل حوالي ساعتين بدأ المؤتمر بحضور كبير على أعلى مستوى، بحضور المشير خليفة حفتر وكذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأيضا رئيس الحكومة المكلف في مجلس النواب أسامة حماد، وكذلك رئيس صندوق إعادة تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بالقاسم حفتر. يعني كانت الكلمات كلها تؤكد أن بداية الإعمار في الجنوب سيبدأ من هذا المؤتمر. هذا المؤتمر الهام الذي جمع ولأول مرة كافة الأطياف الموجودة في الجنوب. هذه الأطياف كان بينها اقتتال داخلي طوال عقود ماضية، ولذلك سيكون هناك مؤتمر وعقد مصالحة بين القبائل المختلفة الموجودة في الجنوب، وهذا من أصداء إعادة الإعمار، لأن القبائل جميعها هنا في الجنوب اتفقت على أن إعادة الإعمار أولوية، وأن الجميع يجب أن يركز جهوده لإعادة إعمار المدن والبلديات الموجودة في جنوب ليبيا. أكد العقيلة صالح رئيس مجلس النواب أن لدور الجيش أو الجيش له دور هام للغاية في حفظ الأمن، وهذا يوفر سبل إعادة الإعمار. إعادة الإعمار ستمر بأكثر من خطوة. الخطوة الأولى وهي الموجودة الآن والتي تمر بها مدن وبلديات الجنوب تتمثل في الحاجات الماسة والضرورية لأهالي الجنوب، منها إعادة تأهيل المستشفيات بالحاجات الماسة التي تحتاجها، كذلك أيضا تجهيز المدارس، تجهيز الجامعة سبها، هذه الجامعة الهامة التي تخرج منها الآلاف، وكذلك رصف الطرق والطرقات في مختلف مناطق الجنوب. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ستكون لها علاقة بإعادة إعمار كافة المناطق والمدن والمباني في مدن وبلديات الجنوب المختلفة. إعادة الإعمار ليست فقط يعني تتمثل في إعادة تشييد المباني مرة أخرى، وإنما إعادة المصالحة وتنمية الأجواء وتهيئة الأجواء للمصالحة بين الأطياف المختلفة في الجنوب الليبي. لذلك بعد قليل، بعد حوالي ساعة من الآن، سيكون هناك مؤتمر للمصالحة برعاية صندوق إعادة الإعمار وبحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب، وهذا هو المؤتمر الأول الذي يعقد منذ عقود طويلة للمصالحة. يعني نتحدث عن مؤتمر اليوم جمع أطياف من
الجنوب، أطياف مختلفة من قبائل الجنوب لأول مرة تجتمع، يعني نحن نتحدث عن 50 أو 60 عاما يجتمع هؤلاء في هذا المبنى الذي تواجدنا فيه ونقلنا صورا مباشرة. هل تم التطرق أحمد للسقف الزمني الذي ستنطلق فيه ورشة إعادة أعمار جنوب ليبيا؟ لم يتحدث المسؤولون عن إطار زمني الانتهاء، لكنهم تحدثوا عن البدء، حدث بالفعل بالحاجات الضرورية والأماكن التي هناك حاجة ماسة لإعادة تأهيلها بصورة سريعة كما ذكرت هناك المستشفيات وغيرها، لكن كان هناك تركيز أيضا على أن إعادة بقية دول بقية مدن ليبيا المختلفة، بنغازي وبالطبع درنا التي سيكون هناك جولة لنا خلال 3 أيام من الآن داخل درنا التي طالها الفيضان منذ حوالي عام، مر عام على هذا الفيضان الذي تأثرت وتدمرت معظم منازل المدينة جراءه. ما الذي حدث في هذه المدينة؟ هناك تنمية وإعمار تم منذ فترة ومنذ شهور. سيكون هناك جولة لنا للتحدث، وهذا يعني ما سألناه للمهندس بالقاسم الذي أكد لنا أن يعني جرت يعني جولة كبيرة وفترة كبيرة من إعادة الإعمار في درنا التي ستعود بأفضل مما كانت، لأن هناك المباني والمدن والمناطق ستقام بطرق مختلفة للغاية. كان هناك أيضا العديد من الشركات وممثلي الشركات المختلفة، كان هناك أحد الشركات الصينية الكبرى في العالم التي تحدث ممثلها وقال أن يعني أن لهم مشاريع كبيرة في الجنوب الليبي وفي درنا وفي غيرها من المناطق، الشركات المصرية وغيرها، الشركات الإسبانية وغيرها. شكرا. يعني الأولوية الكبرى الآن لكافة المؤسسات الليبية هي إعادة الإعمار، ليس فقط في الجنوب وإنما في بنغازي ودرنا وكافة المناطق، وهذا ما يدعو المؤسسات المختلفة للدعوة إلى التصالح وإنهاء الخلافات، لأن الأولوية لجميع هذه المدن وهذه المناطق هو إعادة الإعمار وأن يعيش الليبيون بأفضل حال. شكرا لك أحمد لكل هذه التفصيلات التي زودتنا بها من مدينة سبها، رافقنا مفد الحدث أحمد بقاتو حول إعادة أعمار الجنوب. هذه الصور التي نعرضها الآن مشاهدينا مع ظهور تصاعد سحب الدخان هي من الضفة الغربية، لما يبدو أنه من خلال عمليات قيام القوات الإسرائيلية بهدم وتفريغ المنازل بعد أعطائهم أوامر بالإخلاء، فهي تطرد المواطنين والسكان من منازلهم من بيوتهم من خلال انتهاج سياسة تعنتية وعدوان على الأهالي في عدة قرى ومناطق في الضفة الغربية كما نشاهد. هذه النشرة مستمرة، فيها أيضا بعد قليل البرهان يطلب من بكين تصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية، وحاكم دارفور مناوي يتهم الدعم السريع بتعذيب طفلة. تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم لنا كلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه.
الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي. مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. أحييكم من جديد إلى الشأن العراقي، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية محاسبة كل من يثبت بأنه له يد في موضوع التنصت، حيث جاء ذلك في اجتماع الإطار التنسيقي الذي خصص للاستماع إلى السوداني فيما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه. وأكد السوداني دعمه للقضاء في تحقيقاته وإجراءاته في القضية المعروفة بقضية التنصت. وكانت تقارير عراقية تداولت أن القضاء يحقق في شبكة ابتزاز إلكتروني تعمل داخل القصر الحكومي ضمت موظفين وضباطا متخصصين في الأمن الرقمي. وفق اعترافات لبعض المتهمين في القضية، فإن الشبكة التي يقودها مسؤولون داخل مكتب السوداني والتي بدأت أعمالها أواخر العام الماضي كانت تقوم بالتجسس على كبار المسؤولين في العراق بهدف ابتزازهم، وهذا ما تنفيه مصادر حكومية وفقا لما تقوله التقارير. ومع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية، لم يصدر عن الحكومة بعد ذلك أي تعليق عن الأشخاص المتهمين أو بالإجراءات الفعلية التي اتخذت بحقهم، غير أن معظم التكهنات انصبت حول الشخص المتهم بالتنصت والمراقبة، وهو محمد جوحي معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي حذر من سوء التفاهم بين السلطات، مؤكدا أن الإطار التنسيقي يثق بالقضاء للفصل في المسائل التي تحتاج إلى قرار قضائي. الكلام الذي نؤكده لكل السلطات، نقول أنه كل منهم يؤدي وظيفته إذا عمل باستقلاليته واحترم الآخرون هذه الاستقلالية. أما إذا صار التجاوز على صلاحية القضاء، أو ظهر كما حصل في الإعلام تجاوز على القضاء، أو تجاوز على السلطة التشريعية، أو تجاوز حتى على السلطة التنفيذية، فهذا بداية خطيرة لتداعيات ربما ستكون أخطر حتى من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام، لأن الذي يستهدف البنية التحتية للدولة والتي هي السلطات التي ينفصل بعضها عن البعض الآخر يكون قد هدد أساسيات النظام. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قال إن القضاء سيبقى الحامي الأمين على القانون والدستور، ويقف على مسافة واحدة من الجميع في القضايا المعروضة عليه. وأشار إلى أن القضاء دائما ما كان يؤكد احتكامه للقانون ولا حاكم غيره. وكان مجلس القضاء الأعلى نفى وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء فائق زيدان. وللحديث أكثر عن فضيحة التنصت في العراق ينضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك دوما برفقتنا أستاذ فلاح، وشكرا لقبول الدعوة. بالأمس رئيس الحكومة السوداني قال أمام القضاء بأنه ملتزم بما سيخرج من تحقيقات وأحكام من القضاء، وبأنه يدعم القضاء في تحقيقاته. بالتالي إلى أي مدى من خلال هذا الكلام نفهم بأن اليد السياسية ستكون مرفوعة عن هذا الملف، لا تدخلات سياسية في القضاء؟ نعم، شكرا جزيلا لكم. حقيقة الموضوع موضوع ملتبس وموضوع إشكالي وبتفاصيل كثيرة، يعني ربما لا يتسع الوقت، لكن نعم. سنتحدث باختصار شديد جدا عن الموضوع. نعم. السلطات المستقلة التي وصفها السيد المالكي هي حقيقة تعاني من أزمة كبيرة، وهي الضغط السياسي وتدخل الطبقة السياسية في شأن
هذه المؤسسة سواء المؤسسة القضائية أو المؤسسة التنفيذية المتمثلة في الحكومة وكذلك في البرلمان. في البرلمان طبعا هم ممثليهم موجودين في البرلمان ولهم يعني الأكثرية في التحكم بالقرار أو بالتشريعات والقوانين التي تصدر. لكن ما حصل حقيقة في هذه القضية قضية التنصت هي سابقة خطيرة جدا حقيقة في أن تشكل خلايا داخل مكتب رئيس الوزراء للتنصت على المسؤولين حسب ما حسب التسريبات، يعني ربما هناك تهويل ومبالغة كما سبق وأن ذكر ذلك المتحدث باسم مجلس القضاء أو صدر عن مجلس القضاء من أن هناك تهويلات وهناك كلام ومبالغات كثيرة وانتظروا التحقيق. لكن التسريبات تؤكد على أنه ما زالت يعني إلى حد يوم أمس أو أمس الأول اعتقلوا الشخص الثالث الفاعل في هذه هذه القضية، وهناك كلام عن تنصت وصحة هذه الأمور في التجسس على خصوصية النواب والقادة السياسيين والقضاة. هذا معناه بما أنه هذا عمل مافيات وليس يعني عمل وفقا للتسريبات أيضا أستاذ فلاح، يعني هناك متهمين السيد السوداني وفقا للتسريبات أيضا هناك متهمين اعترفوا بأن هناك من يقويهم من مسؤولين داخل مكتب رئيس الحكومة في حين أن الحكومة نفت. كيف نفهم هذا التناقض؟ نعم، ويعني هناك جدل حقيقة وهناك تضادات واضحة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. يعني هناك إشكالية، ويوم أمس بدأت واضحة تماما حينما تحدث السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون عن أن هناك عدم استجابة لعمل هيئة النزاهة، وهيئة النزاهة واحدة من أذرع الحكومة. يعني هل هناك من يحاول توريط رئيس الحكومة لا سيما وأن الانتخابات يعني قبل الانتخابات المقبلة للتأثير على مستقبل السوداني؟ هل هناك يعني مندسين داخل مكتبه من أجل تحقيق هذه الغاية؟ باختصار تفضل. نعم، هناك حقيقة يعني ضغوطات ومحاولة يعني استثمار هذا الملف لإنهاء حلم الدورة الثانية للسيد السوداني في دورة حكم ثانية، بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك ويقول إنه هذه القضية قد تشكل سابقة خطيرة وقد تنهي حكومته بوقت قصير، يعني حتى ما يكمل هذه الدورة. لكن الأمر الفصل والقرار الفصل في هذا الموضوع هو لدى القضاء. القضاء حينما يعلن الاعترافات ويصدر أحكام بحق هؤلاء عند ذلك ستتكشف كل الأمور يعني بكل أبعادها. لكن يبقى القول أن مثل هكذا فعاليات يعني وهكذا اعترافات وهكذا كلام ولخبطة، هذا يؤكد على أن العملية السياسية فعلا مهددة بالانهيار كما أشار اليوم السيد نور المالكي لهذا الموضوع. الموضوع حقيقة الخلل في البنية السياسية في الطبقة السياسية. أنا أؤكد على هذه القضية، الحكومة لم تتخلص من الضغوطات السياسية لقادة الأحزاب والكتل والفصائل بالرغم من أن السوداني هو يعني من ضمن الإطار التنسيقي. اعترف السياسيون نعم هو هاي هنا المفارقة. يعني هي حكومة الإطار التنسيقي وهناك انشقاقات بالرأي أو بالفكر أو بالتضادات داخل إطار التنسيقي والنتيجة هذه أعذرني على عمل فلاح يعني المخرج في وقت واحد. نعم، يشير بأن وقتنا انتهى. على كل حال شكرا لكل هذه التوضيحات، بانتظار ما سيتوصل له القضاء سنكون في متابعة لهذا الملف. من بغداد رافقنا الكاتب السياسي فلاح المشعل، شكرا لك. طلب رئيس مجلس السيادة السوداني بضرورة تصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها. وفي منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين قال البرهان إن السودان تعرض لمؤامرة كبرى من قبل الدعم السريع للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وأن الدعم السريع أصبح مهددا للأمن والسلم المحلي والإقليمي.
نشر حاكم دارفور مني أركو مناوي مقطع فيديو لطفلة تتعرض للضرب القاسي من قبل من قال إنهم من أفراد الدعم السريع، معلقا أن الدعم السريع لا يفرق بين طفل ومسن. وأضاف مناوي أن تعذيب الأطفال والنساء والقتل بلا رحمة لأبناء الشعب السوداني متعة وترفيه بالنسبة للدعم السريع بحسب تعبيره. بهذا التقرير نصل بكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. أشكر لكم كرام المتابعة. إلى اللقاء.